فيروس كورونا يتوحش ويهاجم لاعبي الدوري المصري. عدد كبير جدا من لاعبي الدوري المصري امس اصيبوا بفيروس كورونا، وربنا يستر على الزمالك لان في لعيبه من سموحه اصيبت بفيروس كورونا. ده الخبر الاولاني اللي كان معانا، والغاء مباراه الزمالك وطلائع الجيش. هنعرف سبب الالغاء بتاعها ايه، والموضوع التاني اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه ايه السر وراء تاخير الزمالك في التعاقد مع اري بابل. عشان تعرف المواضيع دي وتعرف الاخبار المهمه دي خليك معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد ماتش. النهاردة احنا معاكم في حلقة جديدة، بس لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة. ولو انت بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس، فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديدة توصلك باشاراتها بشكل مستمر. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. امبارح او منذ قليل سمعنا كلنا عن الغاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش اللي كانت المفروض تقام النهاردة الاربع. طبعا خبر كان مفاجئ لنا كلنا. عرفنا اصابة اللاعب عمرو جمال لعيب طلائع الجيش بفيروس كورونا. ده طبعا يعني خلى يعني اربك حسابات الجهاز الفني ومجلس ادارة نادي الزمالك، لان طبعا عمرو جمال لعيب النادي الاهلي والمعار لطلائع الجيش، والجيش طبعا مباراته مع الزمالك كده خلاص يعني اتهددت، وتهددت يعني الاقامة بتاعت المباراة اللي كانت هتلعب في ملعب برج العرب كنا كلنا هنستمتع بيها للأسف. انما طبعا فيروس كورونا بيهاجم عمرو جمال، ربنا يا رب يقومك بالسلامة يا عمرو. برضو من الاسباب التانية اللي خلت ماتش الزمالك مع طلائع الجيش يتلغي، وهي اصابة محمد كوفي. عمل مسحة بعد مباراة الزمالك واشتبهوا في الحالة، وطلع محمد كوفي لعيب الزمالك السابق ولعيب سموحة الحالي طلع ايجابي كورونا. وطلع برضو سموحة اعلنت ان في لاعب تاني بس ما اعلنتش عن اسمه. يعني كده في اتنين لعيبه في سموحه كانوا بيلعبوا قصاد الزمالك عندهم فيروس كورونا. الزمالك بيعمل مسحه ولسه النتيجه بتاعتها ما يعني ما طلعتش او ما تحددتش. ربنا يستر على لعيبه الزمالك، هتبقى الموضوع يعني هتبقى مصيبه. الحاجه الثالثه اللي عندنا اللجنه بقى الطبيه للاتحاد المصري لكره القدم اعلنت اصابه الكابتن مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي بفيروس كورونا، واعلنت اصابة 18 لعيب من لعيبة الانتاج الحربي بفيروس كورونا. طيب بذمتكم انا راضي ذمتكم، هل بالشكل ده الدوري يتلعب؟ هل اللجنة المؤقتة هتصمم بقى تاني على اقامة الدوري في الظروف اللي احنا فيها دي؟ اعتقد ان يعني لازم تدخل فعلا بجد، لازم تدخل من المسؤولين الكبار عشان خاطر يوقفوا المهزلة بتاعة اللجنة المؤقتة. لان احنا قلنا يا جماعة ما ينفعش الدوري يتلعب، يا جماعة لسه لغاية دلوقتي ناس قرايبنا وناس اصحابنا وناس جيراننا بيصابوا بفيروس كورونا. فيروس كورونا لسه قاعد معانا شوية. كل الاطباء وكل الناس اللي هي بتفهم في الفيروس وبتفهم في الطب والكلام ده كله قالوا ان لسه الفيروس قاعد معانا، لسه الفيروس مكمل معانا. معرفش اللجنه المؤقته مستعجله على ايه. قلنا 100 مره الدوري العام يختلف عن مباريات دوري ابطال افريقيا. مباريات دوري ابطال افريقيا 3 مباريات ذهاب وعوده، ادي ماتشين، والمباراه النهائيه تبقى مباراه واحده. انت هتلعب 149 مباراه او اكتر في الدوري، هتلعبهم ازاي بالاصابات دي؟ لو واحد بس يا جماعة اتصاب، كلنا طبعا خلاص بقينا عارفين القصة دي، لو واحد لا قدر الله اتصاب او عنده الكورونا وما ظهرتش عليه الاعراض ممكن يعدي فريق كامل. لو اداري واحد ممكن يعدي فرقتين، يعدي اللعيبة بتاعته بتاعت فرقته، ولما اللعيبة بتاعت فرقته دي تنزل تلاعب كمان الخصم هتعديهم وهتبقى كارثة. اللجنة المؤقتة يا جماعة يعني بتنفخ في النار. اللجنة المؤقتة عمالة بتدحرج كرة التلج. يا جماعة اللي بيحصل ده لازم قرار فوري
وقرار عاجل من الحكومة بإلغاء الدوري المصري، ونصبر كده لغاية شهر 9 نشوف الدنيا وصلت لغاية فين. مش معنى ان احنا فتحنا حظر التجوال تبقى كورونا مشيت، لسه يا جماعة ناس بتتصاب ولسه قرايبنا بيتصابوا. انا بتمنى من المسؤولين انهم ياخدوا قرار حاسم وعاجل في الموضوع ده. ربنا يا رب يستر على لعيبة الزمالك اللي كانوا بيلعبوا سموحة اللي فيها كوفي ولعيب تاني جات لهم إصابة بفيروس كورونا. ده الخبر اللي كان عندنا العاجل اللي كنا عاوزين نوصله لحضراتكم. عندنا بقى خبر تاني هنتكلم معاكم فيه ولكن بعد الفاصل. جبنا لكم خبر من الكواليس، جبنا لكم خبر من مصادرنا الخاصة. سر تأخر الزمالك في التعاقد مع أري بابل لاعب نادي بريميرو دي أغوستو الأنجولي والمرشح للانضمام لنادي الزمالك. سر التأخير في التعاقد مع اللاعب اللي كانوا خلاص مسؤولي الزمالك وأمير مرتضى والكابتن فاروق جعفر وصلوا معاه خلاص لمراحل نهائية في التعاقد، والموضوع كان واقف على التعاقد النهائي يعني أو إمضاء اللاعب. السبب اللي او السر اللي خلى الدنيا تقف والامور تقف مع أري بابل وهي رغبة كارتيرون في عودة حميد احداد. ايوه زي ما بقول لكم كده، الموضوع طبعا كان مفاجأة ليا وقلت طبعا يعني انا ما بخلش عليكم بالمعلومة دي. كارتيرون فعلا قال للمقربين منه وقال للمشرف العام على الكورة ان هو محتاج حميد احداد. حميد احداد طبعا زي ما كلنا عارفين هو نجم نادي الرجاء المغربي، والرجاء عمل ماتشات حلوة قوي مع نادي الرجاء المغربي، والرجاء المغربي كان متمسك بيه عشان خاطر يعني التألق بقى بتاعه، كان عاوز يتعاقد معاه من الزمالك وما وصلوش لاتفاق معين. الإخوة المغاربة والإخوة كمان الأخص الإخوة والأشقاء اللي هم بيشجعوا نادي الرجاء المغربي، أنا أتمنى أنهم يكونوا بيشوفوا الحلقة دي ويسيبوا لنا التعليقات بتاعتهم. هل فعلا حميد يعني هل فعلا حميد أحداد يعني تألق وفعلا لعيب يعني كان لافت للنظر في الدوري المغربي؟ عاوزين نسمع آرائهم لان احنا فعلا مش متابعين الدوري المغربي، فعاوزين نعرف هل حميد احداد فعلا لعيب مؤثر في نادي الرجاء المغربي ولا لا. كارتيرون عاوز حميد احداد، وكارتيرون طبعا بيفاضل ما بين حميد احداد وما بين أري بابل، لان طبعا هو مكان واحد اللي بيتنافسوا عليه اللعيبة الافارقة او اللعيبة او اللعيب الخامس الافريقي، لان ساسي موجود، بن شرقي موجود، ونجم موجود، حمزة المسلوسي موجود، أربعة. الخامس اللي بيتنافسوا عليه يا أري بابل يا حميد أحداد، بس كارتيرون يعني مقتنع بحميد أحداد شوية ومقتنع بخبرات حميد أحداد، وأعتقد شاف له مباريات في الدوري المغربي ومع نادي الرجاء المغربي، فكارتيرون عاوز حميد أحداد. هنشوف اليومين الجايين مخبين إيه، هل الزمالك هيجدد إعارة حميد أحداد أو هيبيعه للرجاء المغربي، ولا الزمالك هيتمسك بالتعاقد مع أري بابل وهيكمل التعاقد معاه. الاتنين لعيبة كويسة ويبقى رأي المدير الفني هو الفيصل في الموضوع. احنا وصلنا لنهاية الحلقة، ومش هننسى نفكركم لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك، اكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة. ولو انت بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس، فعل زر الجرس عشان توصلك دايما الفيديوهات بالاشعارات الجديدة بتاعتها بشكل مستمر. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.